صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وأنا أرغب في الدخول في هذه المسابقة. نعم. يقول صلى الله عليكم: هناك مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وأنا أرغب في الدخول في هذه المسابقة، ولكني أخشى أن أكون ممن أراد بعمله الدنيا فيكون من الخاسرين، فهل يجوز له الدخول في هذه المسابقة؟ إن كان قصده المال فنعم، فهو لا يجوز له، وإن كان قصده تعلم القرآن والتنافس في القرآن هذا شيء طيب، نعم. ولكن يشترط في هذه الجائزة أن لا تدفع شيء، لأن بعضهم يجعل رقم تكلم عليه ويأخذون عليك فلوس عن المكالمة، ويجمعونها الفلوس ويتقاسمونه ويعطون أهل الجوائز قسما منها، تأخذونه تجارة، هذا لا يجوز، هذا قمار، هذا هو القمار والعياذ بالله. تدفع فلوس يسيرة ويجيك مبلغ كبير من أموال الناس، هم من مالهم، هم جامعينه من هالمكالمات، الدقيقة بكذا المكالمة. أما إن كانوا يعطونك على التلاوة الجيدة بدون أنك تدفع شيء وليس قصدك أنت المال فلا بأس بذلك.